في الأثناء شدد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل خلال جولة في مستشفى بلد على وجوب الالتزام بصحة المواطن سواء من حيث توفير الأدوية أو تأمين خدمات متطورة تخفف من أعباء الحياة اليومية بتفاصيلها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد محافظ صلاح الدين متابعته الشخصية لهذا الملف، داعياً القائمين في المستشفى إلى تقديم كشوفات عن احتياجاتهم إلى دائرة الصحة للعمل على تلبيتها من خلال ما توفر في المحافظة أو بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشدداً على الالتزام بأوقات الدوام الرسمي والتعامل الحسن مع المواطن كونه القيمة العليا لدينا، ما يتطلب توفير كل المستلزمات الحياتية له وبأفضل الطرق.